السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلبة تانية ثانوي. إن شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض درس مهم جدا عندنا من الدروس اللذيذة والممتعة لو اتفهمت صح. الدرس ده بعنوان التداخل في الضوء أو التداخل والحيود في الضوء. بس هنبدأ مع بعض بالتداخل، بس صلى على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. واحنا عشان نتكلم على التداخل لازم نعرف هو يعني ايه تداخل. يعني من الاخر هثبت لك ان الموجات تتداخل مع بعضها، تتراكب على بعضها، بتدخل بينهم، يعني بيحصل بينهم تصادم او تداخل مع بعض. طب ازاي هنثبت الكلام ده؟ هنثبتها بتجربه شهيره جدا اسمها تجربه الشق المزدوج لتوماس يونغ. يعني من الاخر انت دلوقتي يا مستر هنتكلم مع بعض على تجربه اسمها تجربه الشق المزدوج لتوماس مين؟ لتوماس يونغ. وانا هقول لك ليه سميناها تجربه الشق المزدوج. امين. بس الاول كده لازم تعرف ايه الغرض من التجربه. يعني في سؤال هام بيطرح نفسه، ما الغرض من التجربه؟ الغرض من التجربه الجميله بتاعتنا هو حاجتين. اول حاجه دلوقتي ان بوضح لك ان الضوء بيحصل له تداخل، يعني اول حاجه توضيح ظاهره التداخل. يا سبحان الله، يعني لما اجي اقول لك ايه الغرض من تجربه التداخل تقول لي يا مستر توضيح ظاهره التداخل، ما عرفتكش انا كده، ماشي. طب الحاجه الثانيه يا مستر قال لك هو ان انا ممكن اعين، يعني نعمل تعيين الطول الموجي لضوء احادي اللون. لضوء احادي الايه؟ اللون. وكلمه احادي اللون يعني احادي الطول الموجي. لمده يعني لون محدد، يعني احمر يبقى احمر صرف، ازرق يعني ازرق صرف، اخضر يعني اخضر صرف، اللي هو لون محدد. امين يا مستر. طب انا دلوقتي عمال اقول لك تداخل والشق المزدوج والغرض من التجربه، ما تيجي نبدا نشوف التجربه؟ يلا بينا. بقول لك يا حبيب قلب التجربه لازم اول حاجه نحتاجها قدامك كده بالمنظر ده حاجه اسمها مصدر ضوء احادي اللون. حلو. وهنا زي ما انت شايف كده حائل، يعني حاجز به شق مزدوج. حلو قوي. عفوا، حائل به فتحة واحدة. هو حائل به ايه؟ فتحة واحدة، يعني في فتحة واحدة بس اللي موجودة هنا. طب هنا قال لك حائل يعني حاجز به فتحتان، حاجز به ايه؟ فتحة تاني. والفتحة دي هنسميها اس واحد والفتحة دي هنسميها اس اتنين. حلو. واللي قدامك ده يا مستر عبارة عن ايه؟ قالك حائل استقبال حاجة اسمها الهدب. حلو قوي. فانت دلوقتي عرفت الاشكال او الحاجات اللي احنا محتاجينها في التجربة. بسم الله الرحمن الرحيم. محتاج مصدر ضوء احادي اللون اللي هو احادي الطول الموجي اللي احنا هنوجد الطول الموجي بتاعه. تاني حاجه حائل يعني حاجز به فتحه، به فتحه اهو 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 بالمنظر ده، وهنا فتحه اهو وهنا فتحه اهو. ماشي يا عم. يبقى دي فتحتين تمام بالمنظر اللي قدامك ده، تمام، فتحة واحد فتحة اتنين، وده حائل استقبال الهدب زي الفل. طب انت دلوقتي يا مستر الغرض من التجربة ده ايه؟ قلت لك حاجتين. اول حاجة ان انا اوضح لك اوريدي الضوء بيحصل له تداخل، يعني توضيح ظاهرة التداخل. والحاجة التانية يا مستر هو ان انا اثبت لك او احسب لك الطول الموجي للضوء المستخدم اللي هو احسب اللمدة بتاعته الضوء ده. اذا انا عندي كم مصدر ضوء؟ انواع مصادر الضوء، انواع المصادر الضوئية. قال لك في نوعين. اول حاجه ضوء، اول حاجه يا مستر هقول له ضوء احادي اللون يعني احادي الطول الموجي. تاني حاجه قال لك ضوء ابيض زي ضوء الشمس، وده بيحتوي على سبع الوان اللي هم الوان الطيف، احمر اللي هو الترتيب احمر برتقالي اصفر اخضر ازرق ازرق نيلي بنفسجي. جدير بالذكر ان انت مهم جدا تعرف لي ترتيب الالوان عشان خاطر غرض مهم جدا. يبقى مستر ايه هم الوان الطيف؟ الوان الطيف كلنا عارفينها انها تبدا بالاحمر، بعد كده برتقالي، بعد كده اصفر، بعد كده اخضر ازرق نيلي بنفسجي. اخضر زي ما قلنا ازرق نيلي بنفسجي، اخضر اهوت، في هنا ازرق
في بعد كده نيلي، في بعد كده بنفسجي. فالله يبارك لك، الترتيب ده مهم جدا. الاحمر لازم الترتيب بقى، لازم الاحمر ثم البرتقالي ثم الاصفر ثم الاخضر ثم الازرق. احمر برتقالي اصفر اخضر ازرق نيلي بنفسجي. يبقى احنا معانا كام لون كده يا مستر؟ معانا 7 الوان. الوان الطف مهمين جدا. الاحمر هو الاكبر في الاطوال الموجيه، يعني وانا ماشي كده الطول الموجي بيقل، يعني وانا جاي لك كده الطول الموجي بيقل، يعني اكبر الاطوال الموجيه هو الاحمر. كل ما تمشي كده كل ما الطول الموجي يقل، يعني اكبر طول موجي هو الاحمر. تمام، يبقى احنا عرفنا كده يا جماعه اول حاجه ان احنا عندنا مصدر ضوء احاد اللون. هل يا مستر هستخدم ضوء احاد اللون ولا ضوء ابيض؟ لا، ضوء احاد اللون. تمام، مش ابيض، ولان الالوان كلها مختلفه في الاطوال الموجيه، لكن انا عاوز لون محدد، يبقى انا هستخدم ضوء احاد اللون. طيب بعد كده لما اجي اعمل التجربه هعمل ايه؟ ده مصدر ضوء احاد اللون، هنشغل النور. تعال نشغل النور، يلا نشغل النور. الضوء هيخرج لك كده بشكل مخروطي بالشكل ده. الضوء خرج كده، الضوء خرج لك بالمنظر اللي قدامك ده. حلو قوي، الضوء خرج لك كده بالشكل اللي قدام حضرتك ده. ماشي يا عم. طب والخطوه اللي بعد كده يا مستر؟ والله الخطوه اللي بعد كده، ركز مع الله يبارك لك، قال لك هنرسم برضو طبعا، ما دي فتحه الضوء جاي لك كده، الضوء عمال ينتشر كده، وطبعا الضوء لما يجي هنا هيعدي على الفتحه. فالضوء لما يجي يعدي على الفتحه هنرسم بقى الضوء عبارة عن موجات، بس شكل الموجات هيختلف ازاي. بص هقول لك حاجة، تعالى كده ركز معايا. لو انا عندي على سبيل المثال ده كده اناء بالمنظر اللي قدامك ده في مية، جيت هنا رميت طوبة في المية، تعالى يا عم ارمي هنا كده طوبة في المية دي. فلما ارمي طوبة في المية، المية هيحصل فيها ايه؟ المية خد بالك، لو انا جيت ابص على المية من فوق هيبقى دواير، لكن لو جيت ابص من تحت هيبقى كده بالمنظر ده. ده شكل الموجات، لو جيت ابص بمستوى افقي شكل الموجة جاي لك كده، لكن لو جيت ابص من فوق لتحت بقى شكل الموجة جاي لك كده بالمنظر ده، دواير. مركزها النقطة اللي اترمى عندها طوبة، وبعد كده الدواير دواير دواير وهكذا. بس الله يبارك لك، الدوائر ديت المقصود بها موجه، فكل موجه يا جماعه بيكون لها قمه ووراها قاع. وراها ايه؟ قاع. يبقى يلا ركز معايا، كل موجه بيكون لها قمه ووراها قاع، قمه وراها قاع، قمه وراها قاع. فهنرسم القمه خط متصل والقاع خط منفصل. فخلاص احنا اتفقنا مع بعض ان الموجه ممكن نعبر عنها بموجات كده، او ممكن خط متصل وده القمه، وخط منقط ده القاع، ده متصل قمه ده منقط قاع. فارجع لي سريعا يا وحش ونكمل التجربه. قلت لك دلوقتي المصدر الضوء هيخرج الضوء بالمنظر ده، فالضوء يجي لك كده بالشكل ده زي ما انت اصلا متابع اهوت. الضوء هينتشر كده والضوء ماشي عادي جدا بدون ادنى مشكله، نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. فاصبح دلوقتي الضوء اهو جاي لك بالشكل ده، جاي لك كده، ده الضوء. الضوء بعد كده هيجي لك هنا، ركز الله يبارك لك، هيمشي لك كده بالمنظر ده. دي القمه زي ما قلنا، ودي قاع. الخط المنقط ده هيبقى قاع، دي القمه ودي القاع. دي زي ما قلنا القمه ودي القاع. دي زي ما قلنا القمه، عفوا، القمة، القمة بالمنظر ده، هيتقابلوا هنا كده بالشكل ده. فزي ما قلنا، لا مش عجباني، مش عجباني، أهو بالمنظر ده زي ما أنت شايف كده. فدي كده نقدر نقول مع بعض الموجة لما عدت من الفتحة. ماشي يا مستر، يبقى يلا شكل الموجه جاي لك كده بالمنظر ده. طيب الخطوه اللي بعد كده، هو لسه الموجه هتكمل؟ طبعا الموجه جاي لك كده اهي، تخبط هنا وتنتشر بقى. هتخبط لك فين؟ هتخبط لك في المصدر اهو بالشكل ده. اهو يبقى كده عملنا
الموجات اللي خرجت من المصدر. شايف انت بقى الموجات ديت لو انت جيت اخدت اي نقطة على سطح كده، اخدت سطح افقي وتيجي تاخد النقطة دي وتقارنها مثلا بالنقطة دي، هتلاحظ ان النقطة دي والنقطة ديت ليها نفس التطور. والخط اللي احنا اخدناه ده يا جماعة احنا بنسميه حاجة اسمها صدر الموجة. طب ايه يا مستر تعريف صدر الموجة؟ والله صدر الموجة هي نقطة او هو مستوى جميع النقاط الواقعة عليه لها نفس التطور. فالنقاط اللي واقعة هنا يا جماعة بيكون لها نفس التطور، التطور ده بيساوي التطور ده. يبقى لما اجي اقول لك تعريف صدر الموجة هو مستوى جميع النقاط الواقعة عليها لها نفس الايه؟ لها نفس التطور. طب كمل. ماشي. فهمنا صدر الموجة. ركز بقى معايا الله يبارك لك عشان الرسمة تكون خارجة لك رايقة كده. بص انت خلاص اقتنعت ان انت عندك اهوت القمه دي تيجي هنا برضو تكمل كده، وهنا قمه جالك كده بالمنظر ده. انت مقتنع معايا ان القمه خبطت هنا وخبطت هنا، خبطت في اس 1 وخبطت في اس 2، فنفس الموجه خبطت في اس 1 اوتوماتيك نفس الموجه خبطت في اس 2. فالموجه الاس 1 واس 2 اعتبر مكان او فتحتين دخل فيهم نفس الموجه في نفس الوقت، فبنسمي اس 1 اس يعني سورس، اختصار لكلمه سورس، سورس يعني مصدر. فاس 1 اللي هو المصدر الاولاني واس 2 هو المصدر الثاني، فاس 1 واس 2 دول المصدرين وداخل فيهم نفس الموجه فهيخرجوا نفس الموجه، عشان كده بنسميهم مصدرين مترابطين. تاني كده مصدرين ايه؟ مترابطين. فاصبح دلوقتي يا مستر المصدر الاولاني، الله يبارك لك ركز معايا كده، انت لو اخدت بالك المصدر الاولاني معانا اهو، المصدر الاولاني ده هيخرج لك موجة والمصدر التاني هيخرج لك موجة تانية بنفس الخواص. فسريعا كده تعالى نعملها بألوان تانية، يلا بينا. وليكن هعمل لك ده كده، هقول لك خرج لك ضوء هنا، الموجة اللي خرجت كده بالشكل ده، اول لما يخرج لك موجة هنا، لما يجي يخرج لك موجة هنا هيخرج لك موجة تانية برضو في نفس الوقت من المصدر ده. يبقى دلوقتي يا مستر نفس الموجه بتخرج من فوق وبتخرج من تحت اهو بالمنظر ده. يبقى الموجه خرجت من اس 1 بنفس الطريقه، موجه ثانيه برضو خرجت من اس 2، والموجه دي والموجه دي نفس الحاجه. بس خد بالك اللي انت ما تعرفوش ان الموجه دي او دي هتفضل تكبر 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 لغايه لما تصطدم في الحائل ده. ازاي؟ تعالى كده اقول لك. مش هنا الموجه دي يا جماعه مثالها تكبر، يعني القمه دي بقت قمه هتفضل تنتشر، بس كل قمه بتنتشر بيلزمها قاعه، يبقى هنا القاعه، طب ودي القمه ووراها القاعه، طب ودي القمه، تمام، ووراها القاعه، طب ودي القمه ووراها القاعه، وهكذا. طب تعالى ننزل تحت كده على المستوى او المصدر الثاني احنا ركننا ليه، تعال نكمل. يلا دي القاع بتاع الموجه الاولانيه، دي القمه، دي القاع، تمام. كمل بقى مع الله يبارك لك، دي القمه، حلو تمام، ركز معايا عشان الكلام هنا حلو اهوت. ماشي كمل يلا، تعالى يلا، اهو 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 كده بالظبط اللي بيحصل في ظاهرة التداخل. انت لو اخدت بال حضرتك هتلاحظ ان الموجة دي لما كبرت بدأت تتقاطع مع الموجة دي في النقطة دي، والموجة دي تقاطعت مع الموجة دي في النقطة دي، يعني الموجة الزرق اتقاطعت مع الموجة الموف ديت هنا في الحتة دي، يعني دي القمة الاولى من المصدر الاولاني، ودي المفروض القمة الاولى من المصدر الثاني، اتقاطعوا هنا يا جماعة، بس ما زالوا بينتشروا. فلما ينتشروا هياخدوا ايديهم في ايد بعض ويمشوا هنا في الحتة دي كده لغاية لما يجوا في النص هنا وينوروا، يجوا هنا كده ينوروا هدبة مضيئة، يدوني هنا مكان منور، تمام يا مستر. طب ركز مع الله يبارك لك كده، يعني انت يا مستر خلاص قلت لي ان دول هيجمعوا بعض وينوروا هنا، هينوروا هنا بالشكل ده، حلو.
وفي نفس الوقت التقاطع ده القمه مع القمه ديت هيجوا هنا ينوروا هنا كده بالمنظر ده، وكذلك هيبدا يديلك بقى اماكن مضيئه هنا كده بالمنظر ده. يبقى انا عندي اللي انا برسمه ده مناطق مضيئه، مناطق امستر مضيئه. اذا بمنتهى البساطه دي كده عمال ارسم لك اماكن مضيئه هتتكون عندي في التجربه. اهو يا عم بالشكل ده، اهو يا عم بالشكل ده، اهو يا عم بالشكل ده، اهو يا عم بالشكل ده. فالاماكن اللي منوره ديت دي اسمها هدى بالتداخل. اذا ركز معاها بقى الله يبارك لك. المنطقه او الهدبه دي اسمها هدبه اول واحده خالص مركزيه، ودي مضيئه يا جماعه. المركزيه دايما مضيئه تمام، وفوق المركزيه الحته دي كده اسمها هدبه. نعملها بلون تاني يلا، ركز مع الله يكرمك عشان الكلام هنا مهم جدا. الحته دي اسمها زي ما قلنا هدبه، دي هدبه مضيئه، دي بقى هدبه مظلمه. طالما ما نورتش يبقى مظلمه اولى، انما دي مظلمه ثانيه. طب ودي مظلمه ثالثه، طب ودي مظلمه رابعه. يبقى الشكل اللي قدامك دي هدب مظلمه، يعني المنطقه اللي متكونه اما مضيئه او مظلمه. فلو باللون الاحمر قدامك ده المضيء، لكن اللي بين الاحمر والاحمر ده مناطق مظلمه، فبالتالي ديت هدبه مركزيه مضيئه والتانيه هدبه مظلمه. طب تعالى كده الهدبه دي اسمها ايه؟ قال لك دي هدبه مضيئه اولى، ودي هدبه الحته دي هدبه مضيئه بس تانيه، ودي هدبه مضيئه ثالثه، ودي هدبه مضيئه رابعه. طبعا بتقول لي مضيئه الطيران بنهزر احنا، ركز مع الله يبارك لك. انا هندي لا ما تقلبش الفيديو خلاص، انا اسف، ركز معايا. انا يا عم بروق عليك يا عم بقى، ركز معايا ما تبقاش قفوش بقى. لا فاصبح دلوقتي انا عندي الهدب كام هدبه؟ اما هدب مضيئه وهدب مظلم نوعيه. طب دلوقتي يا مستر واحده واحده، انت لسه ما رجعتش معايا في الحصه والله ازعل منك، ركز معايا. انا بتكلم معاك دلوقتي، ايه اللي حصل دلوقتي؟ حصل ان الضوء حصل له حاجه اسمها تداخل، يعني الموجات تداخلت. اول حاجه الموجه دخلت على مصدر واحد ومصدر اتنين فبداوا يتداخلوا مع بعض. انت لو اخدت بالك هنا المنطقه اللي قدامي دي يا مستر، تقاطع قمه خط متصل مع قمه ادتني هدبه مركزيه عن هدبه مضيئه. طيب تعالى شفت الحته دي، دي عباره عن تقاطع قمه برضه مع قمه برضه، واهو لو جيت تكمل كده هتلاحظ انها هدبه مضيئه. طب تعالى كده كمل برضه، انت لو جيت هنا التقاطع ده مش ديت هدبه مضيئه مع هدبه عفوا، ده كده قمه ودي كده قاع، القمه مع القاع اداني ايه؟ منطقه مظلمه اللي هي الحته دي. قال له يعني يا مستر اقدر اقول له لو قمه مع قمه تقاطعهم هيدوني هدبه مضيئه؟ قال لك اه، قمه مع قمه بيدي لك هدبه مضيئه، انما قمه مع قاع الحته دي ادي قمه خط متصل قاع خط منقط، يبقى دي هدبه مظلمه. يبقى انا عندي المتكون اما هدبه مضيئه او هدبه مظلمه. امال انت مفكر ايه؟ اذا احنا يا حضرات عرفنا بفضل الله كده ايه الهدب اللي عندنا وتكوين الهدب. طيب اذا خلصت الكلام، تعالى بقى بما اننا فهمنا حته الهدب المضيئه هاجي لك هنا امسح بقى مصادر الضوء بعد اذنك، لان انا محتاج الحته ديت اهو، او احنا ممكن نمسح ترتيب الوان الطيف. في شويه حاجات مهمه ظهرت لازم تحطها في الاعتبار. اولا هدب التداخل، ايه تعريف هدب التداخل؟ هي مناطق مضيئه تتخللها مناطق مظلمه نتيجه تراكب الموجات او تداخل الموجات. طيب عرفنا هدب التداخل، في كم نوع من التداخل او في كم نوع من الهدب؟ في اتنين، واحده منوره واحده مظلمه. اذا ده انواع التداخل اللي حصل. قال لك في نوعين، في حاجه اسمها تداخل بناء وحاجه اسمها تداخل هدام. سريعا قبل ما اعمل لك المقارنه، التداخل البناء بينتج عنه مناطق مضيئه، اما الهدام مناطق مظلمه. يعني انت عندك القمه لو قابلت القمه هيقووا بعض، زي ما انت لما حد مثلا يعوز يتصاحب على واحد بيصاحب على واحد نفس الخواص بتاعته عشان الاثنين يقووا بعض. لكن لو واحد صاحب واحد يعني خرع الواحد ده هيهبطه. اذا اما دلوقتي لو انت هتصاحب حد كويس هتبقى كويس، لو صاحبت حد توكسيك هيخمدك هينيمك هيخليك مظلم هيطفيك. اذا دي برضو الفكره، البناء مضيء يعني قمه مع قمه، تداخل قمه مع قمه. طب المظلم قمه مع قاع،
قمة مع ايه؟ مع قاع. اذا عندي حاجتين يا مستر، اما تداخل بناء او تداخل هدام. البناء بيجي او بينتج عنه هضاب مضيئة منورة بتيجي نتيجة تداخل قمة مع قمة او قاع مع قاع سين. وهنا المظلم بيجي نتيجة تداخل قمة مع قاع. ماشي يا عم، كده عرفنا سريعا فرق او ايه الفرق بين التداخل البناء والتداخل الهدام. بس انا عندي حاجه اسمها فرق المسير. حاجه اسمها ايه؟ فرق المسير. الله يبارك لك، ركز معايا. فرق المسير وفرق المسير. بقول لك ايه، الهضبه اللي منوره عندنا اكثر شده هي الهضبه المركزيه. الهضبه المركزيه ديت لما اجي ابص جاية من تقاطع موجتين مع بعض. طب الموجتين دول لما جم خرجوا في نفس الوقت ولا واحده سبقت الثانيه؟ قال لك خرجوا في نفس الوقت. يعني انت قصدك يا مستر ان التداخل في الحته دي، ركز معايا الله يبارك لك، شايف انت دي؟ اه يا مستر. الموجه دي او التداخل ده او التقاطع ده جاي لك منين؟ جاي لك من القمه الاولى. دي القمه هي بتاعت الموجه الاولى من المصدر الاولاني، ودي القمه الاولى صح من المصدر الثاني. فلما كان الموجه الاولانيه والموجه الثانيه اللي من المصدرين، يا عفوا، دي موجه اولى هيت من المصدر ده ودي موجه اولى من المصدر ده، فاول موجه هنا واول موجه هنا لما تداخلوا مع بعض ادوني هضبه مركزيه. طيب ثانيه واحده، انا دلوقتي بتكلم في حاجه اسمها فرق الايه؟ فرق المسير. يعني ايه فرق المسير؟ تخيل انا واقف هنا كده تمام، وحد تاني واقف جنب مني. يعني دلوقتي احنا الاثنين اهو واقفين جنب بعض. طب انا لو جت اخدت خطوه وهو خد خطوه معايا، يبقى احنا دلوقتي خطوتنا مع بعض، فالمسير بتاعنا واحد. يعني احنا الاثنين لو مشينا خطوه مع بعض في نفس الوقت وقعدنا نخطو مع بعض في نفس الوقت، فما فيش بيننا فرق في المسير. احنا المسير بتاعنا واحد، مسيرنا واحد، ماشيين في خط واحد وماشيين من نفس الايه، من نفس النقطه وفي نفس الوقت وفي نفس الاتجاه. كذلك الموجه دي والموجه دي خارجين من نفس النقطه وفي نفس الوقت وفي نفس الاتجاه، فما فيش بينهم في فرق. ففرق المسير بتاع الهضبه المركزيه صفر لمدة. يبقى فرق المسير بتاع المركزيه كام يا جماعه؟ صفر لمدة. ده المركزيه. طب تعالى كده فرق. طب ما المركزيه اصلا تداخل بناء وهي نقدر نقول يعني منطقه مضيئه. طب تعالى كده الموجه دي او المضيئه الاولى جايه منين؟ جايه من التقاطع ده. شوف كده لما وصلت ده بده، هسالك سؤال، هو ديت ترتيبها ايه او دي عباره عن ايه؟ مش ديت الموجه الاولى من المصدر الثاني؟ اه. ودي الموجه الثانيه، ثاني موجه خرجت من المصدر الاولاني طبعا. ففي بينهم فرق كامل، هو طول موجي كامل. يعني اصبح دلوقتي لما اكون مشيت خطوه هو يبدا يمشي ورايا خطوه، فانا سابق بخطوه. كذلك الموجه ديت، يعني التقاطع ده جاي نتيجه موجه وموجه، بس الموجه دي سابقه الموجه ديت بطول موجي كامل، بطول موجي كامل بموجه كامله، يعني خارجه قبلها بموجه كامله. ما هي الموجه دي خارجه مع الموجه دي، فالموجه دي خارجه مع الموجه دي. طب التقاطع ده الموجه دي مع الموجه دي، بما ان دي ماشيه مع دي ودي سابقه دي، فدي سابقه دي بقد ايه؟ قال لك سابقها بطول موجي كامل. يبقى الموضوعه الاولى فرق المسير بتاعها واحد لمده. لمده كامل بقى، لمده كامل او عبله كامل، اهدى بس عليها الله يبارك لك. هرجع تاني اهو، كلام سهل ولذيذ والله، انا بحبك ما تقلقش. يعني قالش لذيذ فاهم، عديها يعني. طيب خش معاها بقى فين؟ في الهضبه المضيئه. ها الهضبه المضيئه الثانيه جايه نتيجه تقاطع ايه؟ هلاحظ انها نتيجه تقاطع قمه من موجه اولى تمام، مع خد بالك هلاحظ المفروض انها مع قمه تمام من الموجه الثالثه من المصدر اللي فوق. او الموجه الثالثه ديت، يعني انت عندك فرق المسير بينهم 2 لمده، فهلاحظ ان فرق المسير 2 لمده. فانا ممكن اقول له يا مستر اعمل حاجه حلوه قوي، هقول له لو فرق المسير ام في لمده يبقى انت تداخل بناء، والام دي ممكن تكون صفر او واحد او اثنين. يعني تعالى كده يلا زي الشاطر همسح دي كده واقول له ام في لمده، فرق المسير هنا بتساوي كام؟ ام في لمده، حيث الام رقم صحيح ممكن يكون صفر او واحد او اثنين. لكن تعالى كده عن التداخل بناء هنا كده، الحته دي الهدام بقى، عفوا الهدام جالك من الحته دي كده بالمنظر ده، ده الهدام. فتداخل الهدام يا مستر جالك من تقاطع قمه اولى مع قاع اول. فالفرق بين القمه والقاع قد ايه؟ لو قلت لك مثلا دي موجه كامله اهي، القمه والقاع الفرق بينهم قد ايه؟ نص موجه يا جدعان، نص لمده. يبقى الموجه دي يا حضرات جايه، او الهضبه المظلمه الاولى جايه من تقاطع نص لمده. طب المظلمه الثانيه جايلك من هنا كده، المظلمه الثانيه اهي جالك من التقاطع ده. فالمظلمه الثانيه يا حضرات لو اخدت بال حضرتك جايه من تقاطع واحد ونص لمده تمام. فاصبح دلوقتي فرق المسير بين اي هضبه
مظلمه او اي هدبه او اي تدخل هالدم عموما يعني هقول له لازم يكون فيها انصاص، يعني ام زائد نص في لمده. فاحنا كده يا مستر فهمنا فرق المسير. حلو قوي. عشان بقى نختم موضوعنا الجميل ده هندخل في الغرض الثاني من التداخل. هو انا قلت لحضرتك التداخل ده انا باخده ليه؟ الغرض من التداخل قلت لك توضيح ظاهره التداخل. حلو. وانا اوريدي وضحت لك التداخل وقلت لك خلاص ان حصل تداخل وحصل هدب مضاءه وهدب مظلمه. لكن لو جيت سالتك بقى تاني حاجه لسه ما استفدتش بيها اللي هو تعيين الطول الموجي، او تاني حاجه لسه ما قلتهاش، تعيين الطول الموجي للضوء المستخدم. صلى على حياتك النبي عليه الصلاه والسلام. هو انا قلت لك دلوقتي عاوز اعين الطول الموجي، هنا لمده عاوز احسبها. هقول له ايه؟ هقول له والله يا مستر ده اسمه حائل استقبال الهدب، وده حائل في فتحتين، المسافه من هنا لهنا اسمها ار. اسمها ايه؟ ار. يعني المسافه بين حائل استقبال الهدب وبين حائل اللي فيه فتحتين اسمها ار، وانا لما اجي اعمل التجربه بسمي دي ار. طيب تعالى بقى هنا المسافه بين المصدر ده، ركز معايا كده عشان الكلام هنا هيحلو اهو، الكلام شكله هيحلو. هنيجي هنا كده ونقول له يا مستر المسافه دي كده اسمها ار. طب والحته دي اسمها دي. يبقى انا عندي هنا ار وعندي هنا دي. جميل، هايل، وندرفول. يبقى اصبح دلوقتي قال لك في بقى كميه جديده لازم تاخد بالك منها، اللي هي المسافه بين المركز والمركز بين هدبتين من نفس النوع. قال لك لو جيت قلت له ديت ترتيبها ايه؟ دي مضوءه اولى بس تحت مضوءه ثانيه، يبقى يا جماعه دي اسمها دلتا واي، وهي تعرفها المسافه بين اي مركزين هدبتين من نفس النوع. ما انا ممكن اقول له برضو المسافه من هنا لهنا دلتا واي، لان دي مظلمه اولى، مظلمه ثانيه، مظلمه ثالثه، مظلمه رابعه. فمن المظلمه الثالثه للمظلمه الرابعه دلتا واي، ومن المضيئه الاولى للمضيئه الثانيه دلتا واي. فلازم يكون المسافه بين اي هدبتين من نفس النوع اسمها دلتا واي، سواء كان الهدبتين دول مضيئين، يعني الهدبتين مضيئتين او مظلمتين. ماشي يا عم، زي الفل قوي. فاحنا عرفنا ان احنا عندنا حاجه اسمها ار وحاجه اسمها دي، وهي المسافه بين المصدرين. فقال لك انا ممكن احسب القانون بقى بتاع الطول الموجي ازاي. قال لك لتعيين الطول الموجي في تجربه الشق المزدوج، لتعيين الطول الموجي في تجربه الشق المزدوج بعينها ازاي؟ بقول له يا مستر اللمده بتساوي دلتا واي في دي على ار. يعني ايه يا مستر؟ يعني دلتا واي تتناسب طرد مع يعني اللمدة. هقول له حصل ضرب الدلتا واي وهي المسافه اللي بتطلع من التجربه. ما انا دلوقتي خلاص عرفت دلوقتي القانون بيقول لك ان اللمدة هو بتساوي دلتا واي في دي على ار. انا لما اعمل التجربه اوتوماتيك بكون مجهز الحائل ده والحائل ده وعارف المسافه بينهم قد ايه، فدي معلومه معايا قبل ما اعمل التجربه اللي هي الار. وفي نفس الوقت الدي انا عامل الفتحتين وعارف بعدهم على قد ايه، بكون عارفها عادي جدا. وبيكون ناقصني بقى ايه؟ الدلتا واي. لما اعمل التجربه الهدب بتظهر وابدا اقيسها واقدر اجيب الايه؟ الدلتا واي. فانا اصبح دلوقتي معايا بعين بعرف اجيب الدلتا واي والدي والار، خلاص واقوم ضاربهم واقسم واجيب اللمدة عادي جدا. فكده جبت الطول الموجي للضوء اللي انت ايه؟ عاوز تحسبه. حلو قوي. كده عرفنا ازاي نحسب الطول الموجي للكلام ده كله. طيب ركز مع الله يبارك لك، سؤال مهم جدا عشان نختم بقى كلامنا، سؤال هام، سؤال الوضوح. يعني ايه سؤال الوضوح؟ اجي اقول لك العوامل التي تؤثر على وضوح التجربه. يلا يا عم نوضح العوامل اللي بتأثر على التجربة. عارف ايه العوامل ديت؟ هقول لك. مش الوضوح يا جماعة معناها ان دلتا واي تكون كبيرة. يعني كل ما الدلتا واي تزيد كل ما التجربة تكون اوضح. يعني ايه الدلتا واي تزيد؟ يعني لو انت اخدت بال حضرتك ادي التجربة قدامنا اهي. كل ما الدلتا واي المسافة دي تزيد كل ما هقدر اشوف التجربة تبقى واضحة قدامي. حلو حلو. فهو ما قال له يا مستر خلاص باجي هنا بمنتهى البساطة واقول له ايه بقى؟ واقول له دلوقتي مش انا عاوز الدلتا واي. طب ما هو القانون الدلتا واي بتساوي لمدة في ار على دي. اذا قصدك دلوقتي
ان لو عملت تناسب بين اللي هو ايه الدلتا واي والدي، او نبدا الدلتا واي واللمدا، الدلتا واي والار، الدلتا واي والدي نخليها دي ماشي. وبعد كده هقول لك نعمل ايه دلوقتي. هو الدلتا واي واللمدا قال لك التناسب طردي، يعني كل ما زود الطول الموجي كل ما التجربه تكون اكثر وضوح. يبقى هنا نسال سؤال مهم، ايهما اكثر وضوح، عمل التجربه بالاحمر ولا بالازرق؟ هسال نفسي هقول له بما ان يا مستر اللمدا احمر اكبر من اللمدا ازرق اللي هي بلو، اذا الدلتا واي، ما هي الدلتا واي تتناسب طرد مع اللمدا. عرفت منين؟ اهو عند ثبوت باقي العوامل، اهو عند ثبوت باقي العوامل. بما ان الدلتا واي اكبر من تتناسب طرد مع اللمدا، يعني الدلتا واي للريد هتبقى اكبر من الدلتا واي للبلو، يعني هقول له الاحمر هو الاكثر وضوحا من اي لون اخر. الاحمر هو الاكثر وضوحا، ماشي يا عم. تعال هنا بقى الدلتا واي والار، المسافه بين حائل الاستقبال الهدب والشق المزدوج هتبقى طردي، يعني كل ما زود المسافه كل ما التجربه تبقى اوضح. تمام. لما اجي احسب الميل هنا، الاسلوب يا مستر في الحاله ديت هقول له الاسلوب فرق الصادات على فرق السينات، اللي هو دلتا واي على ار. هي دلتا واي على ار بتساوي لمدا على دي، بتساوي لك لمدا على دي. حلو قوي. تعال هنا بقى في الحاله الاخيره الاسلوب بتساوي ايه. بقول له يا مستر هي الدلتا واي والدي تناسب بينهم طردي ولا عكسي؟ والله الدلتا واي والدي التناسب بينهم عكسي، بس مع مقام عند ثبوت باقي العوامل. دي العكسي مش التناقصي، دي العكس. ركز فرق كبير جدا بين العكس والتناقصي. بس انا هاجي اقول لك دلتا واي واحد على الدي، هم قايل له التناسب هيبقى كده بالمنظر ده. وفي الحاله ده هيبقى في ميل عادي جدا دلتا واي على واحد على الدي، يعني كانها دلتا واي في الدي. فدلتا واي في الدي بتساوي لمدا في ار. اذا دلوقتي كل ما المسافه تزيد كل ما الوضوح يقل، كل ما المسافه بين المركزين او بين الفتحتين تزيد كل ما الوضوح تقل يقل عندنا. طيب احنا كده بفضل الله خلصنا مع بعض التداخل الجميل، وتجربه التداخل بالنسبه لنا وضحت الحمد لله، يعني بفضل الله كده انت فهمت التداخل اهوت سريعا. ده المصدر احاد اللون، بعد كده حائل بيكون فيه فتحه واحده، ركز معايا. وبعد كده عندنا حائل فيه فتحتين وحائل استقبال الهدب، والهدب ديت هي هدب التداخل جايه نتيجه تداخل الموجات. وبعد كده قلت لك في انواع من التداخل، في تداخل بناء وفي تداخل هدام. البناء بينتج عنه هدب مضيئه، اما الهدام مظلمه. البناء بيحصل قمه مع قمه او قاع مع قاع، اما الهدام قمه مع قاع او العكس. فرق المسير في البناء ام في لمده، اما الهدام لمده، حيث الام بيكون رقم صحيح، رقم صحيح يعني ممكن يكون صفر او واحد او اثنين. وهنا برضو ام زائد نص في لمده، يعني واحد ونص او اثنين ونص او ثلاثه ونص او نص حتى وهكذا. فسريعا قلت لك ازاي اعين او كده اثبت لك ان الضوء بيحصل له تداخل، وقلت لك برضو ازاي اعين ظاهره او ازاي اعين الطول الموجي لضوء احد اللون. وبكده بفضل الله خلصنا مع بعض الجزئيه بتاعتنا، لسه بقى حل عليه، حل على الموضوع ده، وهنقفل الحيود مع بعض ان شاء الله في جزء الحل باذن الله.